غاغا. والله انها غاغا ذي في اليمن غاغا غاغا ومفراغا غاغا. والقتل عادي من قتل يقتل عادي. والباب مفتوح من دخل يدخل يدخل. وابو ابو من شل قال وشل. وابو ابو من شل قال وشل. والشعب جاوع ما لقي ياكل غاغا 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 غاغا. أين ذهبت المسبحة الكبيرة؟ أين؟ التي كانت ملان الفم. سبحان الله، أنا ذي صغيرة. على العموم استنتاب استنج انكاف. نتكلم اليوم عن قصة من إحدى القصص التي أعجزت الغرب والشرق. إلى الآن لم يستطيعوا أن يكتشفوا ما هي ولماذا وعلى إيش إلى اليوم. فسنتكلم اليوم عن سيف ذي الفقار. سيف ذي الفقار يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال هو: والله سيف ذي الفقار نزل مع آدم، قاتل به آدم الجن والإنس والشياطين، وقاتل به نوح، وقاتل به موسى وعيسى والأنبياء، كان مع الأنبياء. هذا السيف ليس سيفا عاديا كما نقول أنه سيف، هذا مخلوق كان يتنفس. فقال الله: الله اهدأ. فبطل. هو ليس سيفا عاديا، هو مخلوق خلقه الله، خلق قبل أن يخلق الخلق خلقه الله. ومن الذي عندما خلقه الله قالت الملائكة: لمن هذا يا رب؟ من عظمته وهيبته هذا السيف. قال: إن هذا السيف لعلي عالي العلا. ثم إنه عندما صنع السيف صنعه الله من 28,000 مليون مليار سيف. سيقول البعض: لماذا ما غدبش موجود مليار من زمان؟ موجود، بس أنتم ما تفهموش. على العموم عندما صنعه هذا، عندما صنعه ضرب به 80,000 سنة حتى احمرت، حتى احمر السيف، وثمانون ألف ضربة حتى اخضر، وثمانون ألف ضربة حتى ازرق واصبح وردي السيف هذا ذي الفقار. وكان يصيح صياح البتراء عندما يضرب. ثم أنه عندما انبهج الملبج وتحمل الهيج فيجريج، عندما طلعت النار منه فإذا به يكون سيفا. فعندما خلق اهتجت الأرض وارتجت فخافت، وكان الماء يخرج من أغصانها، من أغصان الأرض، ودمعت، أي دمعت أي احمرت الأجن. فقال لها: اهدئي. عندما علمت الأرض أنها الله خلق ذو الفقار، فقال لها: اهدئي، هذا السيف ليس لك، إنه على الكفار. فهدأت الأرض وأصبحت مدورة، وإلا عندما خلق أصبحت على شكل نجمة حق إسرائيل أعوذ بالله، ولكنها أصبحت أرض مستوية. فعندما خلق الله هذا السيف لا يستطيع أن يأخذه 8,000 ملاك، لا يستطيعون أن يحملون السيف. حتى عندما أنزل السيف إلى الأرض لم يستطع أي بشر أن يحركه. سيقول البعض أنها من خرافات، أنها مثل مطرقة ثور، صح؟ أكيد أنكم رأيتم هذا الفيلم حق الأطفال. هذه القصة أخذت من سيف ذي الفقار. فسيف ذي الفقار لا يستطيع أن يحمله إلا علي بن أبي طالب. اتشفى اتشفى بكاء ورياء عن هذا، لأن السيف لم يخلق للشيعة السيف، إنما للنواصب. نعم إنما نعم. فقد يسأل سائل: ما يعني اذكر لنا من هذه البطولة، او متى استخدم، او متى انزل؟ ما باقول، انا حر، ما بقول لكم شيء عن هذا الشيء، لكننا نتذكر معركة أو غزوة الخندق، وكلنا يعرف غزوة الخندق عندما جاء عمرو بن المنذر هذا. عندما جاء سيسأل سائل: من هو عمرو
ابن ود. هذا عمرو بن ود كان يأكل في اليوم، كان زند هذا العضلة حقيقة، كان كمال أجسام، كان يأكل 100 ناقة. لا قصي 10 ناقة، مش يعني 100 ناقة في الشهر. نعم. فكان وكان صاحب القفزات، كان قفازا. فسئل من عمرو؟ قال عمرو القفاز. وكان شنبه شنب. كان كلما يخرجين من شنبه أصفر، هذا عمرو بن ود. فعندما جاء في معركة غزوة الخندق فإذا به يقفز بجمل بالخيل حقه، وكانت له خيل تسمى الشرقزاع. هذا الخيل من جهنم خرجت. نعم. وتسمى الفيج، تسمى الفيج. فعندما قفز من الذي تصدى له؟ هل هو عثمان؟ لا. خالد؟ لا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. أي واحد؟ لا. الصحابة كلهم؟ لا. من الذي تصدى له؟ الإمام علي بن أبي طالب. اللهم صلي على آل محمد. فعندما تصدى له كان في يده ماذا؟ سيف ذي الفقار. فعندما ضرب به ضربة حتى شرق المغرب وغرب المشرق، فإذا بالنار تتطاير من تحت أقدام عمرو بن ود، حتى أن الخيل الذي كان فوق يعني كان يركبه ابن ود نطقت وقالت ووب. قيل وما ووب؟ قالت أي بالعربي وات إس يورني. فاستغرب الناس عندما تكلم الخيل من شدة حر وشجاعة سيف ذي الفقار. فقيل أنه عندما شرخه نصفين من سرعة الضربة وضربة السرعة وشرعب الزدى، حتى أن عمرو بن ود لم يعرف أنه مشروخ نصين. فعندما قفز من وجد أمامه؟ علي. فقال له عادو، قال مساء الخير. تمام. والإمام علي قسمه نصين ولم يعرف أنه قد اقتسم نصين، وظل يستمر في الكلام. فقال أأنت الإمام علي؟ فقال له الإمام علي اعمل هكذا. ففعل هكذا فاشترخ نصين. اللهم صلي على آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو يا سيدي. طلع يا عزي. واو يا صاحب الله. واو يا محمد. يا قلق. تعال تعال. مرحبا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. والله ما بلاجد لنا معلومات إن البيت هذا صاحب مع العدوى في مارب. البيت هذا؟ أيوة. والله لا هو مع العدوان ولا هو في مارب ولا هو في السعودية. بيقصد الله في السعودية؟ يعني مع العدوى. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيت هذا حق عمي وأنا جالس فيه. أنا جالس فيه وماش لا عدوان ولا عايش. يعني هو ساري يشتغل مع العدوان وانتو بهله. يا أخي أشتفهم، أنتو تبع من ذا الحين؟ تبع من؟ احنا تبع انصار الله. تبع الحارس القضائي. يعني ايش الحارس القضائي؟ الحارس القضائي ياخذ اي هاجم متصل بالعدوى. بس ما القانون. طيب انا قلت لك هذا حق عمي، هذا ملكنا احنا. ما بش هذا خبر. يلا ادخلي. اصبر صلي. ايش اصبر؟ عدوى. اصبري يا اختي. اصبري لا تدافعي. خلاص ما باقي معك. ما عاد بش امل يعني؟ ما عاد امل. احنا ما نشج نه بزو ما نشج نهتك عرضك. خرجهم بهدوء. يلا تفضل. لو سمحت خليني ادخل ابز عيالي والنسوان ونخرج. ما بش يعلم الله يدخل يعمل حاجه هكذا ولا هكذا. ما بش يا سيدي. لا ما بش. لا لا ما بش. خليني زيول. يلا يلا لكن بسرعه استعجل. طيب ممكن ندخل ادي عيالي. يلا بسرعه لان احنا ما نشج نهتك عرضك. ابز حاجه ولا خلي كل حاجه على ولا شيء. ما بقى داخل البيت ملك البيت. ايوه شل عيالك ونسوانك والله معك. وخرجت بادبك. 5 دقائق بس. يلا للمياه. 5 دقائق للمياه. دقيقة 3 دقائق. يلا خلاص خلص. دقيقة يا سيدي. عادي. لا يا ابوه ابوه تايش قد ما عاد في يد الشيء قطع يخرج. هيا اسمع
اخوه من البيت هذا عجبني يا سيدي. ايش عجبك؟ ما هو اللي عجبك؟ انا جالس في فيلا مترا في خلي هذا بالزهنة. انا اشتهى لابني الزغي. ليش؟ قسما ودين ما اقول لي انا. عقل انا جالس معكم ما بش معي حتى دايمه. انتوا يكفيكم ان انتوا من على البيت مش ضروري. خلاص خذنا من على البيت مش من الشارع. عجبوا ان احنا سرق كلنا. احنا سرق ما احنا سرق كلنا ولا صح؟ خلاص كل حق يلا. حي الله من جاء. الله يحييك. اهلا وسهلا. قيل انا خلاص فضيت البيت. النسوان قد كانوا خارجين من اول ما عاد كان باني. انا قد كنت عندي شك ان انتوا عاد تجون. حلو احسنت. واشتي منكم حاجه بس بسيطه. تفضل تفضل. قد خلاص قد راح البيت وراح كل حاجه. أيوه. وما عبش رجع. ها. أيوه. سلموا على سيدي حسن بدر الدين الحوثي. يوم صل سلام. من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد. سيدي عبد الملك اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. قال كل املاكه حتى لو هي شعره. ولا يهمكم يا سيدي، قد فعلنا بزينا البيوت، بزينا الاراضي، بزينا الدكاكين، باقي حاجه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انتم؟ بخيرين. من معي؟ كيف الدنيا؟ تفضلوا. ما عاد عرفتونا. ماشي. معاكم محمد عبد الغني الحوثي. اهلا وسهلا. كيف انتم؟ اللهم جاء. الله يرضى عليكم. بخيرين. الحمد لله. والله اتمنى القاكم المهندس. ايوه. يا مرحبا. حياك الله. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ الله يحفظكم ويسلمكم. بخيري. ما لكم البسوا القهوه قد صلوا على النبي. مش ممكن. البسوا البسوا. لا لا قد احنا شيء البسوا. ما يلبس القهوه انت موجود مش ممكن. البس البس انا قد اديت لكم تصريح البس. والله انه احراج احراج ان البس القهوه في حضرتكم. البس البس البس. البس القهوه في حضرتكم. ايوه عادي. المسوه. عادي عادي. المسوه. شوف القهوه هذا هو سر النجاحنا. والله اننا محرج اننا لابس القهوه. لا عادي. انتوا لابسين. لا عادي عادي ولو تلبسه وانا موجود. الله احنا عادي ما بنضحك. ما ادري منك هو صح ما يصلحش بس عادي سهل يعني. والله لا والله لا والله ما ادري بعده. تفضل. بس اصلا أمر. انا جيت لكم في موضوع مهم يعني. انت ريال بالبيت هذا خلي في الجوله. المسوم خلاص انا بس قلنا لك. قلت لك البيت اللي في الجوله هنشتي. البيت اللي في الجوله. ايوه بس خذه. ما كيف اخذه؟ ما قدرت. كيف ما قدرت؟ اصلا صاحبه معكن قوي ما قدرت اخذه منه. اشتري ما رضى يبيع لانه معه فلوس كثير يعني مش محتاج. طيب ما عاد باقي. طيب وانا اشتغلي بالزه بالصميل. طيب لا بس انتم مدير الحرس القضائي. ايه انا احنا مدير الحرس القضائي. خلاص دبروا لنا حاجه من عككم على مدنا نشله. طيب هو معه احد في العدوان تبع العدوان؟ ما بش. معه عيال اصلاحيين ولا مؤتمرين؟ كلهم عنده. طيب معه بيدي صرخاه؟ ايوه بيصرخوا قالوا. بيضم؟ لا. بيقول امين؟ قالوا ما بيصليش نهائيا. ما بيصليش. طيب يعرف احد من اصحاب العدوان؟ لا. تلفونه مراقب؟ ما بش ولا كلمة؟ ما بش عليه ولا غلط ولا لو كنا قد ما كانش عاد يجي لعندكم. مش غلط. بيدي المجهود الحربي. بيضخ للمقاتلين ولا مش معكم اسلوبة غيره. عجبني هذا كلبت وعلى ثلاث شوارع وبيت حالي تكدنا بين عشق عشق. خليها على الله. عشقت البيت ولا الأرضية؟ عشقت البيت والأرضية. بيت لو دبسر على بيت والحلا. والله إننا أشوفه وأنا راقد خلاص أنا ما عاد نسيت الانتصارات والبطولات وقد انا احسي غير عند البيت. وش تقترحوا سيدي؟ ايش تقترحوا؟ من حقكم ولا بس يعني مدري كيف ما يباعش. لا عادي مثل هولك اللي فعلته لعلي محمد الهمداني وعلي محمد الصنعاني وعلي محمد الدماري وعلي محمد كلهم هكذا فين كنت فعل لهم حاجه. بس هذا كل شيء يعني وانا سيدي والكل الا صح سيدي ونص. قلت لي ايش اسمه؟ اصبر اصبر يا ابا مالك مالك يا سيدي اصبر اصبر ما هو ما شاء الله
والله ما معي غيري يا سيدي. عن اذنك يا سيدي، عن اذنك. والله ما معي غيري يا سيدي وعيني، انا في دارك. من دخلك؟ انا دخلت من الباب يا سيدي وعيني. اي شو؟ بيتي، بيتي يا سيدي وعيني، اشتي وشلوا علي يا سيدي وعيني. من هم؟ انتوا الحارس الغضائي. الحارس الغضائي ما عايش الا بيت صح. انا في دارك، ما دخل بني، هو على انه ابني، ما انا متبرع من بني، انا ما اعرفوش هذا ابني خالص ولا ولا ولا، انا ما معي الا هي، انا في دارك يا سيدي وعيني. أصاح أنا في دارك وسيد وعيني يعني. أين أروحهم؟ إيش القصة يعني؟ القصة إنهم يشتوا يشلوا بيتي والسبب ابني. إيه طيب ابنك مع العدوان؟ ما مش مع العدوان، أنا متبري منه، أنا متبري منه، أنا ما مشوش مشوش، اقتلوا اذبحوا اعملوا بلوتشتي، لكن أنا مشي بيتي يا سيدي. ابنك مع العدوان؟ ما مش مع العدوان. معك في جيبك شيء؟ ما أبو شيء، مو شيء يا سيدي وعيني. ما أبوش هاي يا سيدي وعيني، أنا في دارك. أنا في دارك. أنا بدك يا سيدي وعيني. يا أكرام أنا والله أنا ما أنا داخل عندك إلا وأنا كل أمل إنك تشتغل. أنت ومالك لأبيك. أنا لأبيك، مش ما قالش لولدك. هو أنتوا بتغالطوا النواصب، هي أنت ومالك لابنك. ما يصبرش أنت. والله ما يصبر. والله ما أبوه له ولا حاجة. بتوب أهله. أنا بدك يا سيدي وعيني. يا عبد الوارث. أيوه. تعال. مبدالك انا انت قلبك وسيدي وعيني. سلموا حق هلا. ها؟ يدي لك حق هلا. يدي اعملي ورقة انا في دقلبك. عملوا ورقة. انها ورقة. عملوا الورقة عملوا. خلقني يا سيدي وعيني انا في دقلبك. خلقني انا مش هحكم على ابي ده. عملوا الورقة ابن الف. هذا من تعاز. دقدقوا ابدتم هؤلاء متعلمين عيالك. ما اي واحد مشوا معانا يزوا ابوه دقدقوا لا ترحموا حد. سيدي ما لو نفعل هكذا عن بز اليمن كامله كلهم مشوا معانا. بس لا خوش تدي هذا الخبر لا كلهم معانا. المسا يلا لا تنسى تمام. الله يحفظك. انا راكن عليك. كم ادي لك موله؟ اليوم؟ تمام بكره هدية قد البيت جاهز ان شاء الله يجيبها كلنا. خلاص يلا السلام عليكم. السلام. الله يعينكم. والسلام. يلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. سمعتوا؟ بصيتوا والدنيا مصوص يا حوثيين انتم لصوص بصيتوا والدنيا مصوص وفي قضاكم بالخصوص بتسرقوا غصب ورضا القضاء أكبر مقص حارس قضاكم بالأخص وفي القضاء أكبر مقص لحقوق خلق الله مص ساري كبير باسم القضاء شلها وكم فلل احتلها كم يا أراضي شلها وكم فلل احتلها وبالقضاء نهبه لها بالغصب وباسم القضاء مشطره يسرق امام الكيمره السرق عنده مشطره يسرق امام الكيمره ويدب ابوها بهرره يا
يصحابنا باسم القضاء. اللي يعرف سرقوا واللي يخالف تنهبوا ورضه وبيته تحجزوا أخزاكم الله والقضاء. نصوص نصوص لا إله إلا الله شلوا كل شيء. لا إله إلا الله نهبوا كل شيء. لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء. لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء. لا حلو نقوت إلا بالله. ومفراغة أيوة والله انها هاي غاغا هاي غاغا ومفراغة أيوة والله انها هاي غاغا ومفراغة. لا عاد نظام يمشي ولا قانون العدل ضايع والقضاء معجون. لا عاد نظام يمشي ولا قانون أيوة أيوة والعدل ضايع والقضاء معجون أيوة والأمن ما بش كل شي من دون. بفضل الحوثي المجنون غاغا غاغا. لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب بدون حارس. لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب وابو من شل قالوا شل والشعب جاوع مالقي يا قول غاغا 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 غاغا.